فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش الثانوية العامة، ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة من فرع التفاضل هناخد الدرس الثاني الاشتقاق الضمني والبارامتري. قبل اي حاجة نسمي الله، بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نشتغل يا باشمهندسين بقى الاشتقاق الضمني والبارامتري، تعال مع بعض كده نشوف احنا عايزين ايه من السنين اللي فاتت، ايه التراكمي اللي مرتبط بالدرس ده. بسم الله. بيقول لك يا باشمهندس، انت هتحتاج تطبيقات التشابه في الدايرة من اولى ثانوي. فاكر يا باشمهندس الاشكال دول؟ لو كان في مماس وامتداد وتر بره متقاطعين، كنا بنقول ان المماس تربيع، الف ب تربيع بيساوي القريب في البعيد بيساوي الالف ج في الالف د، ركز، ده تربيع بيساوي ده في ده كله. يعني لو كان ده اسمه سين يا باشمهندس وهنا صاد وهنا عين، يبقى السين تربيع بتساوي صاد في الصاد زائد عين، ركز يا باشمهندس، في الجمع. طب لو كانوا الوترين متقاطعين من جوه، كنا بنقف عند نقطة التقاطع ونضرب القريبة في البعيدة بتساوي القريبة في البعيدة. يعني لو قلنا ب ه في ه د هتساوي ألف ه في ه ج. ومن هنا يا باشمهندس لو كان معاك هنا مثلا صاد وهنا صاد تربيع وهنا سين وهنا جا سين مثلا، يبقى أنا معايا يا أبو حميد صاد في صاد تربيع بتساوي سين في جا سين. تمام يا أستاذ. طب لو كان الوترين امتدوا وطلعوا بره واتقطعوا في نقطة بره، قال لك نفس الحركة، القريبة في البعيدة تساوي القريبة في البعيدة. يعني ألف ب في ألف ج بتساوي ألف ه في ألف دال. دايما يا شباب لو ملاحظين بنقف عند نقطة التقاطع وبنتكلم، دايما بقف عند نقطة التقاطع وأقول القريبة في البعيدة. تمام، ده بالنسبة لتطبيقات التشابه في الدائرة. خدنا برضو في أولى ثانوي حاجة اسمها منصف الزاوية، وده محتاجينه عندنا النهاردة. منصف الزاوية ده كان في مثلث بيقسم قاعدة المثلث لنسبة بتساوي النسبة بين الأضلاع. يعني لو كانت دي يا باشمهندسين سين ودي صاد وهنا جا صاد وهنا جا عين مثلا، فالراجل قال لك بمنتهى البساطة، لو قسمت يا هندسة جا صاد على جا عين بمزاجك، انت بتطلع العلاقة بمزاجك، قسمت الضلع ده على ده او قسمت ده على ده، تركز بس، لو ابتديت من ده يبقى لازم تبتدي من القاعدة اللي جهته الاول. يعني انا قلت جا صاد على جا عين يبقى هتساوي سين على صاد. واصله دي يا باشمهندسين؟ ان شاء الله يا استاذ واصله. هنحتاج يا باشمهندس حساب الميل. فاكر الميل؟ الميل ده كان بيتحسب ازاي؟ فاكر كنا يا استاذ في ثالثه اعدادي ابتدينا بالميل ده، تحديدا تاني اعدادي اول ما بدا ادالك نقط، لما كان بيدي لك سين واحد وصاد واحد وسين اتنين وصاد اتنين ويقول لك تعرف تجيب الميل، كنا احنا بنقول له الميل هنا فرق الصادات يا استاذ، صاد التانية ناقص صاد الاولى على سين التانية ناقص سين الاولى. مش شرط كنا نبتدي من هنا، ممكن تبتدي من هنا، بس هم كتبوا القانون ده عشان يعرفك ان الترتيب مهم. تمام يا استاذ. بعد كده لما كان مديني زاوية، لما كان يقول لك ايه ان معاك المستقيم بيميل بزاوية اسمها سيتا، كنت بقول له يا أستاذ ده بتفرق بقى، لو كانت سيتا دي حادة يبقى الناتج بالموجب، لو كانت سيتا دي منفردة يبقى الميل ده بالسالب. دول برضو مش موضوعنا النهاردة، بس حبيت أقولهم معانا، لسه أنا ما قلتش المعلومة اللي محتاجينها النهاردة.
الميل يا أستاذ بيساوي ظل الزاوية، بيساوي ظا سيتا في الحالة دي. طب لو كان الداني يا باشمهندس معادلة، هو ده بقى موضوعنا النهاردة. لو جيت قلت يا باشمهندسين معانا ألف صاد زائد به سين زائد جيم، دي معادلة من الدرجة الأولى. قال لك الميل هنا سالب معامل سين على معامل صاد. لحد ما جه السنة دي يا باشمهندس وعلمني إن الميل هو المشتقة الأولى، فبدأ يطبق الكلام ده على أي معادلة تانية. لو أنا معايا مثلا صاد بتساوي سين والسنون ناقص خمسة، قال الميل في الحالة دي بيساوي دال صاد دال سين. تمام. وكان يا باشمهندسين في قيم للميل ثابتة محفوظة، إيه بقى هي؟ قال لك الميل أو ميل المستقيم اللي بيوازي محور السينات ده بيساوي صفر، وميل المستقيم اللي بيوازي محور الصادات ده ميله غير معروف. وكلمة غير معروف دي يا شباب بتبقى رقم على صفر. الرقم كم يا أستاذ؟ حط أي رقم عايز تحط، واحد اتنين تلاتة نص خمس، زي ما انت عاوز تحطه، بس بشرط يكون المقام صفر. دول التراكميات اللي انا محتاجها، كل ده هسيبهولك في البي دي اف يا معلم. تمام تمام يا استاذ. نبدأ بقى نخش على درسنا، نبدأ نخش على درسنا. ايه الاشتقاق الضمني ده يا استاذ؟ قالك الاشتقاق الضمني ده بتبص تلاقي السين او الصاد بتاعتك مش جاية صريحة. مش فاهم يا استاذ. بص حضرتك، شوف كده المسألة دي. لو انا معايا صاد تربيع بتساوي سين زائد خمسة، هل الصاد هنا لوحدها؟ لا يا استاذ، فبيسموا ده يا باشمهندس معادلة غير صريحة، دي مش صريحة. تمام. فبيعلموك النهاردة بقى ازاي تشتقها المعادلة دي، ازاي تشتقها بدل ما تتعب قلبك وتخليها صريحة. يعني واحد بقى ايه هيشيل نفسه، يقول ايه؟ ما تشيل يا ابو حميد اس 2 الريزل ده وحط الجذر هنا يا عم احمد، صح؟ وابدا اشتق بقى. في ناس ضعيفه شويه بتشوف موجب او سالب بتتخض، واحنا عايزينهم يجيبوا هندسه ان شاء الله. فالراجل قال بكل بساطه يا باشمهندس، بص لمسالتك. لو المساله بتاعتك صاد لوحدها كده، وهنا اي مساله مهما تكون بنسمي المعادله دي صريحه، اشتقاق صريح، تقدر تشتق عادي. تمام. انما بقى يا باشمهندس لما تلاقي صاد بتساوي سين في صاد زائد سين تربيع، تلاقي المساله فيها اكتر من صاد كده، بنسميها اشتقاق غير صريح، اللي هو الاشتقاق الضمني. انت ممكن تحولها صريحه، بس ليه تضيع وقت؟ يعني واحد ممكن يقول هعدي دي باشاره مخالفه، تمام، هاخد صاد مشترك زي الفل، هقسم على ده، حلو جدا كده بقت صريحة يا أستاذ لأن الصاد لوحدها. أيوة صح. طب ما أعمل كده؟ في مسائل هيبقى صعب عليك جدا تعملها كده، فأنت النهاردة إن شاء الله بنعلمك تثبت دماغك. الصاد جت سالكة أو ما جتش سالكة تتصرف إزاي؟ طيب يا أستاذ، واحدة واحدة تاني، واحدة واحدة تاني. جاسي ده اشتقاق صريح، صح؟ ايوه. عايزين نشتقه بقى. قالك بكل بساطه بتشتق بالنسبه لسين د ص د س، الجا بيكون جتا س بس، يبقى اشتقاق عادي خالص. طب افرض يا استاذ ان المساله بتاعتي كانت كده، قالك ده اشتقاق ضمني. ليه؟ لان الصاد اللي هنا لها اس مش صريحه. طب اعمل هنا ايه؟ قال لك سهله قوي وركز بقى جدا. قلت له تمام يا استاذ. قال لك انت هتشتق تبع السين، تمام، يبقى 2 ص د ص د س. كل اللي عملناه حضرتك اشتقينا الصاد عادي خالص، تمام، بس انت بتشتق بالنسبه للسين. مش فاهم يا استاذ بشتق بالنسبه للسين دي؟ يعني ما بتعمل اشتقاق بتقسم على د س،
طب يا استاذ، طب ما انا هنا ليه ما كتبتش د س على د س؟ اديك قلت انت اشتقت السينات على د س فهيروحوا مع بعض هيبقى واحد. مش فاهم يا استاذ. واحده 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 لحد ما تستوعبها. بص حضرتك، انت اشتق كده بس تبع السينات، يبقى 2 ص، انا اشتقيت الص بالنسبه ل س بتساوي، اشتق دي الجاب تبقى جتا، بس انا اشتقيت السين بالنسبه لسين، فدال سين دال سين بتروح مع بعضها في الواحد فما بتكتبش. تمام يا استاذ؟ يعني انا لو معايا مثلا سين زائد صاد زائد سين تربيع زائد صاد تكعيب، دي بشتقها ازاي يا استاذ؟ عادي خالص، سين اشتقاقها بواحد، الصاد اشتقاقها بدال صاد دال سين، دي اشتقاقها باتنين سين، دي اشتقاقها تلاتة صاد تربيع دال صاد دال سين. ليه؟ عشان انا بشتق تبع السينات، يعني بقسم على دال سين لما بشتق، دي المفروض كنا نكتب جنبها دال سين دال سين، فدول هيروحوا. نفس الكلام هنا، يا رب تكون واضحة معاك. تعال نتدرب يا هندسة، معانا مثال زي ده عادي خالص يا استاذ. اتنين سين زائد 2 ص، ده انت اشتقيت الص، ايوه، يبقى د ص د س بتساوي صفر. كان ممكن حد يشتق تبع الصادات يا شباب، ما تتوهش، ممكن تشتق تبع الصادات، يعني تقوم قايل 2 س د س د ص زائد 2 ص د ص د ص، فد ص د ص تروح، يبقى كده شكلها هي هيها هي هيها. ولو حبيت تجيب دال صاد دال سين لوحدها في الاخر هيطلعوا الاثنين زي بعض. تيجي نحاول مع بعض؟ تعال نحاول. بص يا هندسة، لو انا جيت حضرتك قلت ايه، سيب لي دي لوحدها، قمت انت قايل 2 صاد دال سين بتساوي سالب 2 سين، يبقى دال صاد دال سين بتساوي سالب 2 سين اقسم على 2 صاد، فالاتنين دي راحت بقت سالب سين على صاد. كلام كويس؟ جميل. تعال نعمل الموضوع ده تحت هنا يا استاذ. بص حضرتك، احنا هنعدي دي باشاره مخالفه، يبقى 2 صاد بتساوي سالب 2 سين دال سين دال صاد. اعمل المقص، يعني بدل دي هناك. قلت له يا استاذ يبقى دال صاد دال سين في 2 صاد، دي قيمتها بسالب 2 سين، طب اقسم على الاتنين صاد دي. يلا الاتنين راحت بقت نفس دي يا استاذ، عرفت؟ ما بتفرقش، بس اهم حاجة تعرف انت بتشتق بالنسبة لمين. الناس اللي تاهت ما تتوهش، عادي خالص، لما تيجي تشتق صاد حط جنبها دال صاد دال سين بس. هنا يلا يا استاذ معاك، واحدة واحدة. اشتق دي 2 سين يا استاذ، تمام، ده دول ضرب دالتين، الاولى سين في مشتقة الصاد دال صاد دال سين، زائد التانية صاد في مشتقة الاولى واحد. مش مهندسين الناس يا شباب اللي بتقوم تايهة تقول الاولى في مشتقة التانية وتنسى بقية المسألة، دي من ضمن الفنيات اللي بتصعب عليك الموضوع. زائد هنا دي تلاتة من صاد اس اتنين، بس انا اشتقيت صاد، يبقى دال صاد دال سين بتساوي واحد. يا استاذ انا عاوز دال صاد دال سين لوحدها، اعمل ايه؟ الاقواس دي ليه اهميه ولا ملهاش؟ بره موجب يبقى ملهاش يا استاذ. سيب اللي فيهم دال صاد دال سين سيبهم، وعد الباقي باشاره مخالفه. انا هسيب دول، يبقى انا هعدي الاتنين سين والصاد باشاره مخالفه، يبقى سين دال صاد دال سين زائد 3 ص تربيع د ص د س. خلي بالك ما بتتقرئش د ص ع د س، لا بتتقرئ د ص د س. هنا سالب 2 س ناقص ص زائد 1، كويس، خد د ص د س مشترك، لما خدناها هتبقى س زائد 3 من ص تربيع بتساوي سالب 2 س ناقص ص زائد 1، اقسم على ده، يبقى دال صاد دال سين بتساوي سالب 2 سين ناقص صاد زائد 1 على سين زائد 3 صاد تربيع. بس كده يا باشمهندس، كده انت قدرت تصفي دال صاد دال سين.
اه بيبان انك عملت حاجات كتير انجاز كده وحاجات فحلة، بس هو سهل مفيش فيه اي مشاكل لحد دلوقتي. تمام ان شاء الله. تمام يا استاذ. طب نتدرب اكتر. ايه الفرق ما بين الاتنين دول يا باشمهندس؟ ركز، نمي نفسك بقى، اعمل لنفسك مهارة كده. قمت انت قايل بسيطة يا ابو حميد، دي اشتقاقها دال صاد دال سين، والجاب نشتق الزاوية الأول بواحد وهتبقى اسمها جتا سين. تمام. واتكلمنا الحصة اللي فاتت وقلنا إن ممكن ما تلاقيش جتا في الاختيارات. طب في الحالة دي بعمل إيه يا أستاذ؟ بتقوم رايح للأصل، رسم له مثلث الزاوية اسمها سين، الجاب مقابل على وتر، يبقى ده من فيثاغورس عبارة عن واحد ناقص صاد تربيع. الناتج بتاعك طلع جتا، الجتا اللي هي مجاور على وتر. بس كنت هتلاقي القيمة دي. طب هنا يا أستاذ، هنا بقى في تو واي للحل. في ناس بتحل بطريقين مختلفين، واحد مثبت دماغه وماشي بطريق ثابت اللي هو بيقول السين اشتقاقها بواحد، وهنا اما اجي اشتق يا أستاذ الزاوية لقيتها صاد، فبكتب اشتقاق الصاد اللي هو دال صاد دال سين، والجا هيكون اسمها جتا. تمام. يبقى دال صاد دال سين دي قيمتها بتساوي واحد على جتا صاد، صح؟ وممكن ما يلاقيهاش في الاختيارات، كان بيروح للأصل يعمل له مثلث، هنا صاد الزاوية اسمها صاد، وهنا سين، وهنا واحد، يبقى ده جذر واحد ناقص سين تربيع. يلاقي عاوز الجتا ويقلبها، لما يقلب الجتا هتبقى واحد على جذر واحد ناقص سين تربيع، ده اللي هيلاقيه في الاختيارات. ماشي. واحد كان عنده حل تاني خالص، قال ايه؟ ما اشتق يا استاذ تبع الصادات. قلت له مش فاهم. قال يعني هات دال سين دال صاد بتساوي اشتقاق الصاد بواحد ويبقى هنا جتا صاد. قلت له ايوه. قال واقلب القيمه دال صاد دال سين، اقلبها يبقى كده. كلام غلط؟ كلام مظبوط. يعني خلي بالك، فرق انت بتشتق تبع ايه. هل بتشتق تبع دال سين ولا بتشتق تبع دال صاد؟ تمام يا استاذ، بس مش فاهم. تاني عشان تثبت حتة انت بتشتق تبع ايه دي، تعال نفرق ما بين الاسئلة دي كده. لو انا جيت قلت لك دال دال سين صاد السنون، هو بيقول لك اشتق تبع ايه؟ اشتق تبع السينات يا استاذ. وانت حضرتك معاك ايه دلوقتي؟ انا معايا صاد، لما بشتقها بنزل الاس وبطرح منه واحد، في مشتقة ما بداخل القوس ده صاد اللي هو دال صاد دال سين. انا اشتقيت الصاد بالنسبة لسين. تاني هنا بيقول لك اشتق تبع ايه؟ تبع السين. يبقى هنا نون عين اس نون ناقص واحد دال عين دال سين. طب هنا اشتق تبع السين نون سين أس نون ناقص واحد دال سين دال سين. يعني أنا اشتقت السين بالنسبة للسين، فما بنكتبش دي. يا رب يا باش مهندس تكون واضحة معاك الحتة دي. ماشي يا أستاذ. أوجد ميل المماس للمنحنى عند سين تساوي واحد، عايزين نجيب الميل. وممكن يطور شكل السؤال يقول لك هات لي الزاوية اللي عاملها المماس. طول بسيطة يا أستاذ. أقدر أتخلص من الأس 3 ده ولا ما أقدرش يا شباب؟ نقدر يا أبو حميد عادي خالص. يبقى سين في صاد دي قيمتها بتساوي واحد، عملت إيه؟ أنا قلت الواحد ده واحد أس 3، الأسس متساوية، الأساسات متساوية. الناس اللي ضعيفة في الأسس، بص حضرتك، بص لما يكون المسألة ضرب وعليهم نفس الأس، تقدر تاخد الأس ده مشترك كده. الواحد ده تقدر تحط له أي أس، أي أس ما عدا ما لا نهاية. ماشي يا أستاذ. الأسس متساوية؟ أيوه، يبقى الأساسات متساوية. تمام. ومن هنا الناس اختلفوا الحلين. في واحد يقول إن الصاد بتساوي واحد على سين، ويطلع السين من تحت لفوق بأس سالب واحد ويبدأ يعيش اللحظة. يقول إن المشتقة الأولى دي بتساوي انزل الاس ونطرح منه واحد اللي هي بسالب واحد على سين اس 2 يا عم احمد، صح. واحد تاني يقول لا 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 لا، انا كنت هقول الاولى
في مشتقة التانية، زائد التانية في مشتقة الأولى، التانية اللي هي اسمها صاد في مشتقة الأولى بواحد، بتساوي صفر يا أستاذ. كلام جميل. عايزين دال صاد دال سين لوحدها، يبقى دال صاد دال سين بتساوي، هنعد الصاد بإشارة مخالفة، سالب صاد على سين. يا أستاذ حلك مختلف، يد مختلف فين؟ مش الصاد يا حبيبي، أنا لو حبيت أجيب قيمتها من هنا هي بواحد على سين. أيوة، شيل الصد وحط واحد على سين، يبقى سالب واحد على سين في سين اللي هي سين أس اتنين، نفس الريزلت بنفس الإجابة. تمام يا أستاذ. لو معايا ر سين بتساوي مقياس سين، من هنا يا شباب أنت لازم تفهم يعني إيه مقياس أصلا. تعال كده يا باشمهندس نوضح الحتة دي. لو أنا جيت يا باشمهندس قلت لك هو معناه إيه مقياس سين وركز فيه، قمت انت قايل لي بص يا ابو حميد المقياس ده معناه ان كان في سين لما السين اكتر من الصفر وسالب سين. ايه بقى معنى الرسمه دي في درسك النهارده؟ ركز بقى. بيقول لك يا هندسه معناه انك لو حبيت تجيب الميل للمقياس ده قيمته بتساوي الميلان هنا يا استاذ بيساوي واحد. ليه؟ عشان عامل زاوية حادة. الميلان هنا يا أستاذ بسالب واحد. ليه؟ عشان عامل زاوية منفرجة. إن كانت الرسم مدببة يبقى غير معروف. إن كانت الرأس مدببة يبقى غير معروف. ومن هنا بقى الملاحظات اللي عايزك تحطها في بالك. إنك ما ينفعش يا باشمهندس نيفر وإمبوسيبل، ما ينفعش. أجيب لك مسألة أقول لك اشتق لي، ركز، اشتق لي مقياس سين تقول لي بواحد، دي خطأ فادح، خطأ فادح. يعني إيه خطأ فادح يا أستاذ؟ يعني ما ينفعش تقول إن مشتقة المقياس بواحد، لأن مشتقة المقياس بواحد وسالب واحد وغير موجودة. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا أستاذ. ينفع تقول، ينفع تقول ان المشتقة بتاعته بتساوي سين على مقياس سين. ينفع تقول دي ينفع تقولها. ينفع تقول ان مشتقة المقياس لا تساوي الموجب او سالب واحد. تمام تمام يا استاذ. تعال نعملها في مثال، تعال نشوفها مثال. إن كانت صاد بتساوي مقياس سين جميع التالي صحيح ما عدا. قلت له بص يا أبو حميد حضرتك أنت بتقول إن صاد بتساوي مقياس سين؟ أيوة، يبقى دال صاد دال سين قيمتها بواحد لما السين أكتر من الصفر غير موجودة عند السين تساوي صفر، بسالب واحد لما السين أقل من الصفر. ليه؟ لأن رسمتها يا أستاذ كانت كده، ده الميل هنا بواحد والميل هنا سالب واحد، إنما الرأس المدببة، الرأس المدببة افتكر يا باشمهندس كل دي من الاشتقاقات السنة اللي فاتت، الرأس المدببة ما كانش ليها عند اشتقاق يا أستاذ خالص. تمام. ليه ما لهاش اشتقاق يا أستاذ؟ لأنه في حالتها هي المماس اللي هو عامله اللي بيمس الاثنين كان بيوازي محور الصادات، المماس هنا هيكون بيوازي محور الصادات، فقال لك غير موجوده. ماشي يا استاذ. يبقى الاختيار الاول ينفع؟ لا ما ينفعش يا استاذ، ده خطا. الاختيار ده صح، انت بتقول ان هي ما تكونش قد موجب او سالب. ايوه دي صح. ليه؟ لانها موجب وسالب وغير موجوده، الثلاثه دي صح يا استاذ. هل دال صاد دال سين هتساوي سين على مقياس سين حيث السين لا تساوي الصفر؟ ايوه يا استاذ دي برضه صح. يبقى سؤالنا ده يا باشمهندسين هنتعامل معاه ازاي؟ قلت له يا استاذ بعيد تعريفه، هنا سين لما السين اكتر من الصفر، وهنا سالب سين لما السين اقل من الصفر، وهنا سين لما السين تساوي صفر. هنا بقى قال لك هات لي مشتقه الداله ر، ولا طلب في مكان معين؟ لا طالب في مكان معين يا أستاذ، بيقول لي هات الميل هنا. تاني دي رسمتها هي يا أستاذ،
السالب 3 فين؟ هنا كده يا أستاذ. هو عاوز الميل عندها، عاوز الميل هنا مش ميل المسألة كلها. قلت له خلاص، يبقى ره شرطة، أنا هشتق المنطقة دي، ره شرطة سالب 3 قيمتها بتساوي سالب 1، يبقى الإجابة سالب 1 يا أستاذ. خلي بالك بقى يا باشمهندس من الخدع اللي بتوقفك جامد جدا في الاشتقاق الضمني ده. قال لك يا باشمهندس بص للمسألة دي كده، انت لو انت عبيط زمانك دلوقتي مسكت القلم، 2 س زائد 2 ص د ص د س بتساوي الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى، ممكن انت تعرف تصفيها في الاخر وتطلع الناتج صح، وممكن ما تعرفش بسبب طول المسألة. طب امال يا استاذ بنتصرف في دي ازاي؟ انا لو عديت دي باشاره مخالفه، بما ان دماغي رياضي بقى، يبقى س تربيع ناقص يا استاذ 2 س ص زائد ص تربيع بتساوي صفر. مش دي بتتحلل؟ ايوه حللها، ده دي س ناقص ص اس 2 يا استاذ، شيل اس 2 هات الجذر، يبقى س ناقص ص بتساوي صفر، يعني الس بتساوي الص. برافو عليك. اشتق بقى، يبقى المشتقة الأولى يا أستاذ بواحد، ده دي ملهاش دعوة بالاشتقاق يا أستاذ الضمني. لأ، أنت لو كنت حلتها على طول ده اسمه اشتقاق ضمني، أنا صفتها وخليتها صريحة لأن كده بالنسبة لي أسرع وهقدر أطلع القيمة. طب المسألة دي إيه ده يا أستاذ؟ هنا بيقول لك إن الصاد بتساوي جذر س زائد جذر س زائد جذر س زائد زائد لما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. هتتصرف إزاي؟ حل المسألة دي يا باشمهندس بسيط قوي، بيعتمد بس على حتة تركيز منك في اللي هقوله. احنا دلوقتي يا باشمهندسين واحد جايب برتقان وحطه جنب بعضه كده لمدد الشوف لما لا نهاية. هل يا باشمهندس لو انت زقيت البرتقانة الأولى، رميت البرتقانة الأولى بعيد ووقفت قدام الصف اللي باقي، مش بالنسبة لك نفسه لو كانت البرتقانة اللي انت شلتها دي موجودة؟ ايوه يا استاذ، حاجه ما لا نهايه، حاجه موجوده قدام ما لا نهايه. طب تخيل انك كنت شلت برتقانه كمان لما لا نهايه، فالراجل قال لك ايه؟ بما انك يا باشمهندس شلت برتقانه وبصيت لقيت الصف زي ما هو، يعني انا لو كنت شلت سين دي لقيت الصف زي ما هو، الصف ده بالنسبه لي هو صف برتقان برضو اللي هو اسمه صاد، يعني كل دول شلتهم وحطيت صاد. تمام يا أستاذ. قال لك يا هندسة بقى، ربع الطرفين يبقى ص تربيع بتساوي س زائد ص. أظن المسألة بالنسبة لك منهارة، هنشتق عادي، يبقى 2 ص د ص د س بتساوي 1 زائد د ص د س. عد د ص د س مع بعضها وخدها مشترك، يلا يبقى هنا 2 ص ناقص 1. الواحد ده جه منين يا أستاذ؟ انا عديت دي باشارة مخالفة يا هندسة، بقى 2 ص د ص د س ناقص د ص د س، خدت د ص د س مشترك، يبقى د ص د س قيمتها بواحد على 2 ص ناقص 1. في قاعدة يا باشمهندس بقى مهمة جدا جدا جدا، من الحاجات اللي بترعبك موت، تعالى كده نشوف خدناها ازاي في تانية ثانوي. خدت حاجة اسمها التراكيب في تانية ثانوي. ايه التراكيب دي يا أستاذ؟ يعني بقى اديلك دالة يا باشمهندس، اقول لك مثلا ان هي بسين اس 2، واديلك دالة تانية اقول لك انها بتساوي جاسين، واقول لك انا عاوز دال بعد ره. فاكر؟ فاكر دال بعد ره دي؟ ايوه يا أستاذ، ده دي معناها الدالة دال حط جواها الدالة ره. برافو عليك، فعلا هي كان معناها كده، الدالة دال حط جواها الدالة ره. فكنا يا باشمهندسين بنيجي نمسك الدالة ره اللي هي جا، نبدلها ونحطها مكان السين، يعني كان الناتج هيبقى جا سين وقص 2 احافظ عليه زي ما هو. مش فاهم؟ هتشيل السين، السين فقط وقولي السين، ملكش دعوة بالقص، وهتحط مكانها الجا. ولو طلب منك بقى مشتق الدال بعد ر، كنت بتقول له يا استاذ بنزل الاس ده وبطرح منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس،
وده طبعا كان قانون عندي واخدينه الحصه اللي فاتت كان تراكمي، ده بقى 2 س. تاني يا استاذ عشان مش فاكر. تاني ان كان دالة س بتساوي 1 زائد س تربيع، وره س بتساوي ظا س، انا عاوز دال بعد ر المشتقه الاولى ليها، هتصرف هنا ازاي يا استاذ؟ قال لك بسيطه قوي يا سيدي الناس، بسيطه. بص حضرتك امسك الداله ر، قلت له اهي، قال لي بدل السين وحط مكانها الداله ر. قلت له يا استاذ ده دي معناها 1 زائد ظا اس 2 س. صح، انا شلت السين وحطيت الظا س. 1 زائد ظا س ده دي بقى تربيع س يا استاذ. صح، ابدا اشتقها بقى، هو عاوز المشتقه يبقى 2 ق س واشتقاق الق ق ظا، اللي هي بتساوي 2 ق تربيع س ظا س. فمن هنا يا باشمهندس الراجل حب يعمل لك قاعده عشان ما تتلخبطش، ما تقعدش تعقد في نفسك. قال لك ايه؟ بكل بساطه د بعد ر هي هيها الداله د، حط جوه منها الداله ر. تمام، قال لك علشان تشتقهم بقى تقوم مشتق اللي جوه، اللي جوه ده هو اللي بالاحمر، تشتقه الاول، تشتقه بره، والدال تقوم حاطط عليها شرطه وناقل اللي جوه زي ما هو. مش فاهمك يا استاذ. تاني تعال نشوفها في مثال. تعالى لو انا معايا داله جا س بتساوي س تربيع، ها داله جوه منها مساله، تعمل ايه؟ قال لك اشتق اللي جوه، الجا دي اشتقاقها بجتا، وتقوم حاطط دال شرطه وتنقل اللي جوه زي ما هو، وتشتق الجهه الثانيه عادي خالص خالص خالص. فهمتش يا استاذ؟ تاني لو انا معايا باشمهندس دال ر س بتساوي 5، قلت له يا استاذ المشتقه الاولى بتاعتي انت عايز الاشتقاق، يبقى دي ر شرطه س، انا اشتقت اللي جواها، بعد كده دال شرطه ر س بكتبها زي ما هي بتساوي صفر، مشتقه الخمسه بصفر. تاني لو معاك دال وجنب منها القوس بتاعها جواه مساله، تشتق المساله الاول وتقوم حاطط على الدال شرطه وتكتبها زي ما هي، والجهه التانيه تشتقها عادي. في ملحوظه يا باشمهندس خد بالك منها، لو ركبت الداله العكسيه جوه الداله بيديلك في الاخر س، لو جيت تشتق السين هتبقى بواحد. تمام تمام، هنتدرب على الكلام ده ما تقلقش. دالة 7 س، شفت ايه اللي حصل؟ جوه الداله يا استاذ في معادله. قال لك بكل بساطه اشتق اللي جوه الرزل ده وحط دي دال شرطه، واشتق الجهه الثانيه عادي خالص. تمام يا استاذ، يبقى انت كده اتعلمت مشكله لو قابلك جوه قوس مساله تتصرف فيها ازاي. ماشي ماشي. بعد كده بيقول لك انا عايز دال شرطه 14، فين دال شرطه؟ اهي. قال لك اللي جوه منها 14. قلت له يعني انت عاوز تقول لي ان 7 س ب 14 يعني الس ب 2؟ ايوه، يبقى 7 داله شرطه، ال 2 في 7 ب 14 بتساوي 4، يبقى داله 14 قيمتها بتساوي 4 على 7. طب هنا يا استاذ ص بتساوي جذر ر س، تشتقها ازاي؟ قلت له هو قانون الجذر ايه؟ دال ص دال س، قانون الجذر 1 على 2 الجذر نفسه مشتقه اللي جواه، ده اللي جواه داله يا استاذ. ماشي، اشتقاق الداله بنحط عليها شرطه، في مشتقه اللي جواها، مشتقه اللي جواها بواحد خلاص. هو مديلك بيقول لك بقى هات لي المشتقة الأولى لما السين تكون بواحد. قلت له يعني بدل كل حاجة وأحط مكان السين واحد، يبقى ر شرطة 1 على 2 جذر ر 1. ر شرطة 1 بكام؟ بخمسة. على 2 جذر ر 1 بكام؟ بتسعة. يبقى الناتج 5 على 6 يا أستاذ، لأن جذر التسعة 3. ص بتساوي د س تربيع، د ص د س كانت بكذا، نفهم السؤال؟ معاك ص بدلة بس جواها س تربيع ومشتقتها الأولى كانت بكذا. قلت له يا أستاذ المسائل الهايفة دي، دال ص دال س
بشتق اللي جوه الدالة الأول لأن دي دالة، يبقى 2 س، ونحط دالة شرطة يا أبو حميد. الراجل قال لك إن دال ص دال س قيمتها ب 2 س تكعيب ناقص 4 س. قلت له دي ب 2 س تكعيب ناقص 4 س بتساوي 2 س دالة شرطة س تربيع. قال لك أنا عاوز دالة شرطة 4. دالة شرطة 4 أدي دالة شرطة، جوه منها إيه؟ س تربيع. قلت له يبقى الس تربيع بتساوي 4، يبقى الس بموجب أو سالب 2. ماشي، هشيل الس وأحط مرة 2. عند س تساوي 2. 2 في 8 ب 16 ناقص 8 بتساوي 2 في 2 ب 4 دالة شرطة 4. دول 8 على 4 فهل 2. عند يا أستاذ س تساوي سالب 2، اللي 2 في سالب 8 بسالب 16 زائد 8 بتساوي سالب 2 في 2 ب 4 دالة شرطة 4. يبقى دالة شرطة 4 طلعت برضو قيمتها بتساوي 2. يبقى دالة شرطة 4 قيمتها ب 2. يا رب تكون واضحة معاك. مسائل من اللي بترعبك، بتحسسك كده إن الدنيا صعبة. ولا صعبة ولا حاجة. أي دالة يا أستاذ؟ حاجة أشتقها، بشتق اللي جواها وأحط عليها شرطة وخلاص. فجينا هنا قلت له هشتق اللي جوه ويبقى دالة شرطة 2 س زائد 1. الجهة دي لقيت حاجتين مضروبين في بعض. الأولى في مشتقة التانية، لقيت التانية دالة، يبقى اشتق اللي جواها وتبقى هي شرطة 2 س ناقص 5 زائد التانية اللي هي ه في 2 س ناقص 5 ضرب مشتقة الأولى بواحد. بقول لك أنا عايز دال شرطة 7. دال شرطة 7، دور على دال شرطة فين؟ أهي، خد اللي جواها سويه بالسبعة. 2 س زائد 1 بتساوي 7، 2 س بتساوي 6، س ب 3 صح؟ بدل كل س وحط 3، يبقى 2 دالة شرطة 7 بتساوي 3 في 2 ه شرطة. 2 في 3 ب 6 ناقص 5 1 زائد 2 في 3 ب 6 ناقص 5 1. يلا يا باشمهندس، مش هو قال لك ان هي شرطه 1 ب 4؟ ايوه دي ب 4، وقال لك ان هي 1 دي ب 2. يبقى 2 من داله شرطه 7 بتساوي 6 في 4 زائد 2. يبقى داله شرطه 7 بتساوي دول 26 على ال 2 في 13. 26 وهقسم على الاثنين اللي هنا. بس كده يا باشمهندس. يلا يا باشمهندسين، عايزين نشتق السؤال ده. دال بعد ر س، قلت له يا استاذ بروح على اللي بيجي بعد السكون اللي هو ر، امسكه، مسكتها هبدلها واحطها مكان السين. يبقى دال بعد ر س دي قيمتها بجا س زائد 5. يبقى دال بعد ر المشتقه الاولى ليها دي قيمتها بجتا س. يا رب تكون واضحه معاك وبسيطه. دالة شرطه س بكذا، س بتساوي ظا س. انا عاوز دال بعد ر شرطه. ايه ده بقى يا استاذ؟ هو مش المفروض انت كنت اديتني دال؟ المساله دي من المسائل اللي بتثبت الناس، يعني الناس تقف قدامها كده، يا ترى الكتاب غلط ولا انا اللي غلط؟ هو مديني دال شرطه هنا ليه؟ هو مش المفروض دالة س؟ لا هو صح، مديها لك صح. طب ايه ده يا استاذ، اتصرف هنا ازاي؟ هنا يا باشمهندس بتلجا، انت فاهم دي معناها ايه ولا مش فاهمها؟ دال بعد ر دي معناها يا استاذ الداله دال جوه منها الداله ر. كويس قوي انك فاهم الحته دي. اشتق اليمتين يلا يا هندسه. قلت له لما بشتق دي بحط عليها شرطه كده، ولما بشتق دي بقوم جايب مشتقة اللي جوه واكتب على الدالة دال شرطة وانقل اللي جوه زي ما هو. بس برافو عليك، خلصانة معاك. خلصانة فين بقى يا أستاذ؟ فين ريه شرطة؟ قلت له اهي. لا انت ما جبتهاش لسه. ريه شرطة ازاي اشتقاقها بقا تربيع يا أستاذ؟ حط هنا قا تربيع. ماشي، بعد كده دالة شرطة، خش جوه الدالة دال شرطة، شيل السين اللي فيها وحط ره سين. قلت له دال شرطة اهي،
بيقول لي شيل السين وحط مكانها ره سين، ره اللي هي ظا، يبقى واحد شيل ده بقى، اروح على الداله ده الشرطه، اشيل السين اللي فيها واحط ظا. فاكر ان واحد زائد ظا تربيع دي بقى تربيع؟ ايوه يا استاذ. يبقى هنا قا تربيع سين في واحد على قا تربيع سين، دول راحوا مع بعض، يبقى الاجابه بواحد. ارزل المسائل يا هندسه، ها قول لي يلا هتتصرف ازاي. هنا بيقول لك دال بعد ما تركب فيها مشتقتها اشتقها. دال اقرا، اتعلم القراءه عشان ما تتوهش. دال بعد ما تركب فيها مشتقتها اشتقها. قلت له ماشي، هو دالة شرطة يا أستاذ، دكم بطها باتنين سين. حضرتك بتقول دال بعد ما تركب فيها مشتقتها؟ أيوة. قلت له دي معناها همسك المشتقة اللي جي بعد السكون، أبدل السين دي وأحط قيمتها، تطلع بأربعة من سين أس اتنين. بدلت ده وحطيت اتنين سين الكل أس اتنين، يبقى بأربعة سين أس اتنين. أنت عاوز تشتقها بقى؟ أيوة. ما أنا مش هتخض يعني، دي بتساوي 8 سين وخلصت. صح. طب السؤال اللي بعده، دال بعد دال بعد دال. يا نهار ابيض، ايه ده يا استاذ؟ دي معناها كده دال بعد دال بعد دال. بص يا ابو حميد، انا اقول لك، قلت لك قول الداله هي يا استاذ، انا بخش اشتق اللي جواها، لقينا اللي جواها داله، تمام. يبقى انا عشان اشتق اللي جواها لقيت جوه منه داله، فقمت مشتق الدالة دي برة، تمام. في مشتق الدالة دالة دالة سين. يا نهار ابيض، مش فاهم حاجة. تاني وما تتوش يا باشمهندس، الموضوع بسيط قوي، مفيش فيه اي مشاكل، واحدة واحدة معاك لحد بس ما تستوعبها هتلاقيها فري. انت معاك دلوقتي دالة جوه منها دالة جوه منها دالة، تمام. انا ببص للاطار منين؟ ببص للاطار من بره كده يا استاذ. دي داله اهي، علشان تشتقها ايه اللي بيحصل؟ بتقوم قايل لي يا استاذ بشتق اللي جواها، دخلت على اللي جواها لقيتها داله، ايه اللي بيحصل؟ بشتق اللي جواها. يبقى انت دلوقتي اشتقيت اول واحده جوه، بعد كده حطيت على دي دال شرطه وكتبت اللي جوه زي ما هو، بعد كده بقى بتقول له كل ده كان مشتقة الدالة اللي بالاحمر اللي هي دال شرطة، وبكتب اللي جوه كله زي ما هو. بس يا باشمهندس، ده معنى الكلام بتاعك. فالراجل هنا بيقول لك ان دالة شرطة واحد بتساوي تلاتة، ودالة واحد بتساوي واحد. قلت له تعالى بدل كل سين وحط واحد، يبقى دالة شرطة واحد، في دالة شرطة دالة واحد، في دالة شرطة دالة دالة واحد. ماشي يا استاذ، دالة شرطة واحد دي بتلاتة، في دالة شرطة دالة واحد دي بواحد، في دالة شرطة دالة واحد دي بواحد، دالة واحد بواحد، يبقى تلاتة. دالة شرطة واحد بتلاتة، في دالة شرطة واحد بتلاتة، يبقى الناتج كله بيساوي 27. بعد كده يا هندسة، الاشتقاق البرامتري. هو يعني ايه يا استاذ اصلا اشتقاق بارامتري؟ قالك بكل بساطه، بكون مديك يا هندسه معادلتين، المعادلتين دول بقول لك اشتقوهم بالنسبه لبعض، ففي معادلات منهم تقدر تصفيهم مع بعض، وفي معادلات ما تعرفش تصفيها مع بعض. يعني زي ايه اللي اعرف اصفيها مع بعض؟ شوف كده الخدعه دي، ص بتساوي مثلا نون على نون ناقص خمسة، ماشي، وسين بتساوي نون ناقص خمسة على نون. قال لا، طب ما ده يا أستاذ هو ده بس مقلوب. قال لك بس شفت، عرفت انت ازاي بتتخلص منهم؟ الصاد هي السين لو قلبتها، الصاد هي يعني بيساوي السين لما تقلبها، وخلصت. هطلعها من تحت لفوق، مشتقة الأولى بتساوي بنزل الأس وبطرح منه واحد، يبقى سالب واحد على سين أس اتنين. المعادلة اللي ما بتعرفش تتخلص منها زي ما ده أقول لك، ص بتساوي نون تكعيب، وسين بتساوي نون زائد واحد. عاوز منك دال ص دال س. هنا بتتصرف ازاي؟ ده عاملة زي قاعدة السلسلة بالظبط يا هندسة.
بتقوم جايب مشتقة صاد بالنسبة لنون، وهنا تقسم على مشتقة سين بالنسبة لنون. ليه بقسم؟ عشان لما تشيل على وتحط فيه وتقلب اللي بعدها دول يروحوا مع بعض، يتبقى لك دال صاد دال سين. فمن هنا الراجل قال لك لو معاك معادلتين اشتقهم عادي يا هندسة واقسمهم مع بعض وخلاص، يبقى دال صاد دال نون قيمتها بتلاتة نون تربيع، دال سين دال نون قيمتها بتساوي واحد، يبقى دال صاد دال سين لما اقسمهم مع بعض بتلاتة نون تربيع. الاشتقاق البرامتري ده حاجة كده سهلة جدا جدا جدا، مفيش فيها أي مشاكل، دي مش معقدة زي الضمن اللي فات. بيقول لك إن الممثل المنحنى واداني معادلتين، شفت؟ دي واحدة ودي التانية. يوازي محور السينات لما النون تكون بكام؟ قلت له يا أستاذ الميل، أصلا الميل عشان أجيبه ده بيساوي دال صاد دال سين، بما إن الميل بيساوي دال صاد دال سين وانت قلت ان بيوازي محور السينات يعني قيمته بتساوي صفر، فانا كده محتاج اجيب دال صاد دال سين عشان اخدها اسويها بالصفر بس. يبقى دال سين دال نون قيمتها باتنين نون، دال صاد دال نون قيمتها باتنين نون ناقص واحد، برافو عليك. يبقى دال صاد دال سين قيمتها بتساوي 2 نون ناقص 1 على 2 نون، بس كده يا هندسه. بيقول لك خد الميل ده بقى سويه بالصفر. قلت له يبقى 2 نون ناقص 1 على ال 2 نون لما تساوي صفر، 2 نون ناقص 1 اعمل المقص بصفر ومنها النون بنص. ده برضو يا باشمهندس اسمه الاشتقاق البرامتري، اوجد مشتقة كذا بالنسبة لكذا، او اوجد معدل تغير كذا بالنسبة لكذا. بتقوم جاي حضرتك مسمي المعادلة الأولى صاد مثلا، ومسمي المعادلة الثانية عين مثلا، هو عاوز مشتقة دي بالنسبة لدي، مشتقة دي بالنسبة لدي، يعني عايز دال صاد دال عين. فعشان تجيب له دال صاد دال عين بتشتق معادلة الصادات وتشتق معادلة السينات وتحطهم مع بعض، قصدي معادلة العين، بس كده يا باشمهندس. فيش مشاكل لو انت حبيت تمشي تاتا تاتا، يعني تقول دال صاد دال سين بتلاتة سين تربيع، دال عين دال سين بواحد، وتقسمهم مع بعض، مفيش اي مشاكل. بيقول لك من الاشكال المرسومة لو السين بتدل ر والصاد بتدل دال، تمام، يبقى دال صاد دال سين. قلت له يا استاذ انت عاوز ايه؟ عاوز ميل الدالة صاد. قلت له الميل بالموجب، ليه؟ عشان عامل زاوية حادة. وميل الدالة سين قلت له عامل زاوية منفرجة بسالب، موجب على السالب فهالسالب يا أستاذ. بس لو كانت سين بتساوي ألف قاسيتا وصاد بتساوي به زاسيتا، تمام، فإن دال صاد دال سين، قلت له ده اشتقاق يا أستاذ برامتري، يبقى دال صاد دال سيتا دي قيمتها بتساوي ب اشتقاق الزبقة تربيع، اشتقاق السيتا بواحد خلاص. يبقى دال سين دال سيتا بألف، اشتقاق القا بقا ظا، تمام يا أستاذ. الرجل هنا بيقول لك لو كان دال صاد دال سين باتنين به على ألف سيتا بكام؟ قلت له يبقى دال صاد دال سين قيمتها بتساوي ب ق تربيع سيتا على ألف ق سيتا ظا سيتا، انت قلت انها باتنين ب على ألف. طب ما انا اقدر اشيل لك يا استاذ ق مع ق، صح، واقدر يا استاذ كمان اشيل ب والالف مع الب والالف، صح، واقدر اقول لك يا استاذ ان ق دي بواحد على جتا، جا على جتا اللي هي مكان الظا، قا بواحد على جتا، واحد والجتا نزلت، الظا بجا على جتا، دول راحوا، بتساوي اتنين يا استاذ، اعمل المقص، يبقى واحد على اتنين بتساوي الجا سيتا، ومنها السيتا بتلاتين درجة يا ابو حميد اللي هي باي على ستة. مشتق دي بالنسبة لدي، بالعقل والمنطق كده ما تضيعش وقت في مسألة، ده زيه ده، ايوه، لو اشتقت ده مش نفسه هتكون مشتق ده؟ ايوه،
يبقى لو سميت ده صاد يا أستاذ ولو سميت ده عين، يبقى ده صاد ده العين المشتقة على نفسها فهل واحد. وريح راسك وما تقعدش تمشي لي بقانون الاسم وتوجع قلبك. تعالى يا باشمهندس نراجع على حتة ايه الدالة الزوجية وايه الدالة الفردية يا أستاذ. بكل بساطة الدالة الزوجية يا هندسة دي بتكون متماثلة حوالين محور الصادات. موجودة دي هندسة معناها ان الراس بتاعتك، الراس ده هي بتكون بتوازي محور السينات الممس بتاعها، يعني ما بتكونش مدببة ولا بتكون مفتوحة. تمام؟ معنى انها موجودة يعني في مماس عند الرقم اللي هو بيسأل عنده، في مماس عند الرقم اللي هو بيسأل عنده. تمام؟ وما بتكونش راسه مدببة ولا مفتوحة. كل الكلام ده انت درسه السنة اللي فاتت، بس انا عارف ان احنا مش فاكرين حاجة. بيقول لك اذا كانت زوجية يعني متماثلة حوالين يا استاذ محور الصاد وكانت موجودة، ماشي، دالة صفر بكام؟ قلت له عند الصفر يا استاذ دايما في الزوجية المماس بيوازي محور السينات ان كانت موجودة، ان كانت موجودة. ومعنى انه بيوازي محور السينات بصفر. لو كانت رسمتك كده يا باشمهندس بنقول له غير موجود. ليه؟ لان يا استاذ الراس مدببة، ومعنى ان الراس مدببة يعني المماس بيوازي محور الصادات، وبيوازي محور الصادات غير معروف. طب ان كانت الدالة فردية، قلت له الدالة الفردية دي يا استاذ بتكون متماثلة حوالين نقطة الاصل. تمام؟ وبالتالي لو حبيت اعمل مماس عند اي مكان، تخيل ان انا عايز اعمل مماس عند التلاتة والسالب تلاتة، قال لك بيكون نفس الميلان يا هندسة، نفس الميل هنا هو هنا. تمام؟ يبقى في الدالة الفردية لو جيت دالك دالة شرطة تلاتة وطالب منك دالة شرطة سالب تلاتة يعني نفس الرقم بس جايب معكوسه، قال لك بيساوي نفس الميل. ليه؟ لانه هيكون نفس الاشتقاق، لان الدالة الفردية متماثلة حوالين نقطة الاصل، وطالما هي متماثلة وحبيت اجيب الميل في اليمين هيساوي الميل في اليسار. عدد حلول السؤال ده ايه؟ قلت له بسيط يا استاذ اشتقه 2 سين زائد 2 صاد دال صاد دال سين. ليه؟ عشان ده ضمني يا استاذ بتساوي صفر. دال صاد دال سين هعدد بإشارة مخالفة، هقسم على الاتنين صاد، طلعت بسالب سين على صاد. بيقول انت لو حطيت المشتقة الاولى دي باتنين، قلت له اتنين يبقى اتنين صاد بتساوي سالب سين، هنشيل السالب نحطه الناحية التانية، يبقى السين باتنين صاد بالسالب. تعال نشيل السين ونحط 2 صاد لانه عايز عدد الحلول. 4 صاد تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 25، ومنها 5 صاد تربيع ب 25 يبقى صاد تربيع ب 5، يبقى الصاد بموجب او سالب جذر 5. كده في حلين يا استاذ، يبقى المساله دي لها حلان. طيب السؤال ده يا استاذ عايز د ص د س، قلت له بسيطه اعمل المقص 2 على 9 بتساوي جذر س زائد جذر ص، خلي دماغك مرن. ماشي يا استاذ، صفر بيساوي 1 على 2 الجذر في مشتقه ما بداخل الجذر، 1 على 2 الجذر في مشتقه ما بداخل الجذر اللي هو ص شرطه. عدد باشاره مخالفه، اعمل المقص، دول راحوا مع بعض. بيقول لك ربع الطرفين لانه عايز د ص د س اس 2 اللي هي المشتقه الاولى دي، عاوزك تربعها. يبقى الناتج طلع ص على س يا استاذ، ده قيمه د ص د س اس 2. اخر مثال معانا يا شباب، اخر سؤال عايزين نحل المسألة دي. ما دام منصف للزاوية يا أبو حميد، أيوه خلاص، يبقى ص تربيع على س بتساوي 5 جا س على الاتنين، صح؟ برافو عليك، صتين في طرفين، ص تربيع بتساوي 5 على 2 س جا س. تمام يا أستاذ، صح برضه، مفيش أي مشاكل. تعرف تشتق؟
ايوه، 2 صاد دال صاد دال سين. الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى. اسم على 2 صاد يبقى دال صاد دال سين بتساوي 5 على الاربعة في سين جتا سين زائد جا سين على صاد. خدت 5 على 2 مشترك، الاتنين ده ضربتها في المقام تحت وقسمت على الصاد. بس يا باشمهندس هو ده المشتقة الاولى. عارف ان انا كلمتك النهاردة في اسئلة صعبة قوي، بس انا حبيت الملك كل افكار الدرس عشان ما تبقاش محتاج حاجة. تمام يا باشمهندس، اتمنى ان اكون قدرت افيدك، ونتقابل ان شاء الله مع حل تمارين الدرس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.